سادتي سادتي تركي منصور يعود إليكم من جديد. يا أهلا وسهلا يا مرحبا ارحبوا رحبوا بالمشتركين الجدد والقدامى. يلا مع سلامتي. أنا يا إخوان بسافر بملابس بسيطة وعيون مفتوحة وذهن منظم، وبسافر لأضبط الخيال بالحقيقة وليجرب الأمور الدقيقة وأنقلها لكم بطريقة مختلفة. أنا أسافر لأتحرك، أسافر للمعرفة وللتعارف على الشعوب، أغامر لتحدي الذات وأتحدى المواقع الغير مألوف. مرحبا يا أخوان، أهلا وسهلا، كيف الحال وش أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. العذر والسموحة، أنا آسف صارت لي شوية ظروف في حياتي، تأخرت عليكم كثير، لكن العوض إن شاء الله من بكرة رح ننطلق إلى رحلة الماضي يبعث في الحاضر صورة. هذه الرحلة أنتم اخترتوا اسمها، شوفوا الاستبيان فوق، ما شاء الله تبارك الله 56%. بكرة إن شاء الله صباحا انطلاقتنا لهذه الرحلة. الرحلة إن شاء الله راح تبدأ من مدينة جدة إلى الطائف، وبعدين إلى مدينة الباحة، أبها، أحد رفيدة، نجران، حما، رجال ألمع، والنماص، والمجاردة، وإذا كان إن شاء الله هناك في وقت راح نزور جيزان وجبل فيفا وصبية، والعودة إلى جدة بمحاذاة ساحل أو شاطئ البحر الأحمر. راح نتجاوز في هذه الرحلة أكثر من 3000 كيلو. أغلب هذه المدن راح تكون في أعلى سلسلة جبال السروات، الأجواء بتكون مناسبة للتخييم، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة يتوقعون هطول الأمطار في أثناء وخلال رحلتنا. هذا الشيء شجعني حقيقة أنه أنا أستخدم خيمتي للإقامة والاستمتاع في الأجواء. قناتنا ما شاء الله تبارك الله تنتشر بشكل جيد بمعدل 1500 إلى 2000 مشترك جديد في القناة شهريا. قناتنا متابعة من أكثر من 43 دولة. إحصاءات القناة حقيقة في الشهر ما شاء الله تبارك الله أكثر من 100,000 مشاهد شهريا، 20% من المتابعين من الإناث و 80% من الذكور. المصادر الجغرافية للقناة راح استعرض لكم أكثر الدول اللي تجيني منها مشاهدات، وراح نبدأ من الدولة رقم 10 صعودا إلى الدولة رقم 1. مصادر عدد المشاهدات الجغرافية راح نبدأ بالدولة رقم 10 هي الولايات المتحدة الأمريكية. ألف تحية للطلاب والمبتعثين والجاليات العربية المقيمين في أمريكا. الدولة رقم 9 عمان، رقم 8 دولة الكويت، ورقم 7 الإمارات العربية المتحدة، رقم 6 الأردن، ورقم 5 المغرب، ورقم 4 العراق، ورقم 3 مصر الحبيبة، ورقم 2 الجزائر، ورقم 1 المملكة العربية السعودية. هذه الدول العشرة اللي تجينا منها أكثر عدد المشاهدات، وعلى هذا الأساس أنا أتكلم معاكم بشكل رسمي، كله على أساس يفهمون علي الأخوان، خصوصا الدول اللي موجودة في شمال أفريقيا، لأنه لو بتكلم باللهجتي يعني العامية راح كثير مشاهدين ما راح يفهمون علي. كثر الله خيركم جميعا، وهذا أكبر حافز لي على أساس أقدم لكم الأفضل. قناتي يا أخوان متنوعة، قناة ترفيهية، قناة سياحية، قناة تاريخية، قناة تقدم الأثار، قناة تقدم معلومات العامة، لكن أقدمها بطريقة مختلفة وأقدم فيها المعرفة، المعرفة بلا حدود، بأسلوب بعيد عن التعليم المقروء، الأسلوب الدعوي والثقافي. بعد هذه الرحلة يا أخوان إن شاء الله بمشيئة الله تعالى راح أنطلق لدول شمال أفريقيا، مصر، تونس، الجزائر، والمغرب بمشيئة الله تعالى. أنا قدمت هذه الرحلة عن الرحلة اللي كنت راح أسويها في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الدول حقيقة فيها المشاهدات بشكل أكبر، وواجب علي وحق علي حقيقة أني أنا أزور هذه الدول قبل لا أتوجه للولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه الرحلة يبغى لها تجهيزات خاصة راح أطلبها الآن أنا وأنتم إن شاء الله عن طريق الإنترنت سواء نشتغل على هذا الموضوع. يلا الحمد لله سوينا الطلبية، بس توصل إن شاء الله وراح أشرح لكم بشكل تفصيلي وش الأشياء اللي راح أستخدمها في رحلة شمال أفريقيا.
مطاريس. جبت العيد. يا ساتر. قبل لا اسافر لازم اشرب اسبريسو. هذه الماكينه ايطاليه من دي لونجي، ميزتها انها تطحن الحب فريش قهوه، ما شاء الله فريش. هذه القهوه الهنديه تركيزها عالي والكافيين فيها 4 أضعاف الكافيين الموجود في القهوه البرازيليه. هذه تشربها حقيقه تصحصحك طول اليوم. الله السلام. كنز، هذا كنز بالنسبة لي يا جماعة الخير. هذه عدة الرحلة، هذه عدة التصوير، وهذه الشنطة العجيبة. هذا بوكس أو صندوق أو دولاب متنقل على هيئة شنطة باك باك، وممكن تستخدمها شنطة سحب. فيها تحت عجلات للسحب. طبعا أنا بشرح لكم بشكل سريع بموجب طلب بعض المتابعين، قالوا لنا حاول أنك تصور لنا تجهيزك للرحلة، وهذه أول التجهيزات والإعداد للرحلة لو تجهيز الشنطة. أنا من الناس المحبين لشراء شنط السفر والشنط اليدوية وشنط الكاميرات. شوفوا الميزة، شنطة فيها أرف مجزأة 3 أجزاء، ممكن تستخدمها كدولاب، ممكن تحط فوق مثلا ملابس الداخلية، التيشيرتات، البناطيل، وممكن توزع الملابس فيها على حسب رغبتك. يعني بما أنه هذه الرحلة أنا راح أقضيها دائما متجول بالسيارة، يعني رحلة غير استجمام، راح أخلي عدة التصوير تحت والملابس هنا فوق، بوزعها على هذه الرفين. حتى ممكن في ميزة، ممكن تشيل هذا الرف. إذا شلت هذا الرف ممكن تستخدم الشنطة كحاوية كاملة، ترص الملابس مطبق، يعني ملابس تطبقها فوق بعض وترصف هذه المنطقة. الميزة الكبيرة في هذه الشنطة انها مبطنة نايلون، ممكن انه يتغسل ويتمسح. في هذه الادراج الجانبية ممكن تحط فيها اغراضك الشخصية. افضل ميزة لها هذه المنطقة، هذه المنطقة ممكن تستخدم فيها لوضع الغسيل. لاحظوا فتحة مجوفة أعلى الشنطة. وش الميزة الاكبر فيها؟ ممكن انك تفك الاكستنشن هذا. شوفوا لاحظوا الجهة الخلفية، خلنا نقلب الشنطة. شوفوا الجهة الخلفية هذه فيها اكستنشن توصيلة. نفك التوصيلة هذه، فكينا التوصيلة، زادت مساحة الرف أو الدرج العلوي. شوفوا لاحظوا، شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيف ما شاء الله صارت شنطة إضافية مو برف، ما شاء الله. المنطقة الداخلية لها جدا عميقة، لاحظوا شوفوا كيف يدي تدخل جوه. هنا ممكن تستخدم المنطقة هذه لوضع الغسيل. ونسيت أبلغكم هنا برضو فيه درج خارجي، ممكن تحط فيها أوراقك. لاحظوا الدرج الخارجي، هذه المنطقة شوفوا كيف مخفية ما شاء الله بدرج جميل، تطلعون منها العصا اللي تسحبون فيها الشنطة. لاحظوا ممكن تلغي هذه الميزة وتحطها في الدرج وتقفلها تماما. كيف تستخدم الشنطة هذه كباك باك؟ لاحظوا الدرج هذا الأوسط، ومرتبين الشنطة بطريقة جميلة. لاحظوا ما شاء الله شو جمال الشنطة، ما شاء الله هذه الشنطة صارت شنطة رحالين، ما شاء الله تبارك الله، شنطة زرافة، شنطة باك باك. 3 وضعيات لحمل هذه الشنطة، ممكن تستخدمها كباك باك، وممكن تستخدمها حمل الشنطة على سبيل المثال بالطريقة هذه، وممكن تستخدمها للسحب في المطارات وفي المناطق توفر فيها مثلا رصيف لسحب الشنطة. لاحظوا تستخدمها ما شاء الله كدولاب وكشنطة، ممكن تحط فيها الأرفف، ممكن توزع ملابسك، ممكن تحط غسيلك هنا، ممكن تحط الجزم الله يكرمكم، ممكن فكرة كفكرة تحطون الجزم هنا في المنطقة العليا. ما شاء الله شنطة زرافة. عيب الشنطة الوحيد الحبال حقتها اللي انت تحمل فيها الشنطة على ظهرك، ما هي مرنة، قاسية، يعني اسفنج فيها جدا، نسبته جدا ضعيفة، واذا جيت تحمل الشنطة هذه فترات طويلة ممكن تألمك. بما انها فيها الخاصيات الثلاثة لحمل الحقيبة، حقيقة الحدايد اللي موجودة في الشنطة والكفرات اللي موجودة تحت هذه عاملة ثقل، وزنها ثقيل. ولا انصح الرحالين اقتناء هذه الشنطة، هذه ممكن تستخدمها للسفر رحلات البرية مثلا، سفرك يكون فيه المواصلات متوفرة مثلا، اذا كان عندك سيارة ممكن تستخدم هذه الشنطة. لو رحت سافرت انت مثلا دول اوروبا ولا امريكا ولا اي دولة فيها القطارات وفيها الترامات وفيها المترو وتستخدم هذه الشنطة، حقيقة راح تتألم وراح تتبهذل في رحلتك. بالنسبة
للنظارات راح استخدم نظارة فاريتي الإيطالية هذه رياضية من هنا مرنة. شوفوا كيف تتمدد النظارة على حسب شكل الوجه، هي أصلا مقفلة كذا، تدخل وجهك تفكها وتمسك على الوجه قد ما يكون الراس متحرك ما تطيح من عندك. فاريتي الإيطالية ممتازة الرياضية، هذه راح استخدمها في الرحلة كاملة. موريل الفرنسية على جنب، لاكوست على جنب، فاريتي الإيطالية الرياضية هذه اللي راح استخدمها إن شاء الله. الأجواء حارة حارة مرة، أوه. على هذا الأساس أنا راح أكون بنسبة عالية راح أستخدم الملابس البيضاء لتغطية الرحلة كاملة. اللون الأبيض يعكس أشعة الشمس ولا يمتص الحرارة. الحين راح نجهز السيارة، نعبي بنزين ونغسل السيارة ونغير الزيت. هذه وصلنا بترومين الآن. Hello my friend. Hi, vlogging. Say hi to my vlog. Hi, what's your name, vlog? Turki Mansur. Yeah. Hello. Dear 91 full. Thank you. اشتريت هذه الشنطة من المحطة، هذه شنطة الهواء اللي تعبي الكفرات، ممتاز سعرها وعليها ضمان 3 سنوات. This one a warranty and it's a price, it's a station. Okay, very good. Thank you. Thank you. الحين بعمل صيانة كاملة للسيارة. بسم الله توكلنا على الله. وصلنا السيارة الحين بمشية الله. راح ننطلق لرحلتنا. جاهزين؟ شاي؟ شاي الشاي. واحد مغربي صغير، سكر مزبوط. أنا طبعاً فتحت الباب عشان غسيل السيارة القزاز. لسه ما نشف. كمل حسابي باشا، 5 ريال تفضل. شاي أغادير. طبعا أنا ما أحب حقيقة أشتري مشروبات ساخنة من الخارج لأسباب أنه أنا عندي طقوس معينة. الطريق يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الأمان برابط حزام الأمان، لا تنسون حزام الأمان يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. على طاري المشروبات الساخنة، أنا ما أشرب مشروبات ساخنة من برا لأسباب، عندي طقوس معينة. سبحان الله إذا عملت المشروب بنفسي أستمتع حقيقة كثير وأضبطه تماما أكثر من برا. أنا من الناس من عشاق المشروبات الساخنة، الشاي والقهوة، خصوصا القهوة الفيتنامية والإسبريسو. يلا بسم الله. يا ساتر، هذا الشاي مغربي. أشرب شاي. روعة، بس أنا أضبط أحسن من هذا. دائما المحلات صراحة تركز على أنها تزود السكر في المشروب على أساس يناسب الناس. روعة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وأنتم يا أخوان إذا ما سويتوا الشاي اعملوا الشاي حقكم، خلونا نستمتع سوا بالرحلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في
المال والأهل. الحمد لله والشكر لله، أشكر الله على كل ما قدمته لكم بالقناة يا أخوان، وأشكر الله على ما سأقدمه. الحياة على الأرض تكلف البشر كثيرا، والسفر يكلف أكثر، لكن لحسن حظ العاجزين الغير قادرين أن هناك رحلات مجانية تقدم لهم من خلال هذه القنوات وتلف بهم أرجاء العالم. أنا يا أخوان بسافر بملابس بسيطة وعيون مفتوحة وذهن منظم، وبسافر لأضبط الخيال بالحقيقة وليجرب الأمور الدقيقة وأنقلها لكم بطريقة مختلفة لم تقدمها وسائل الإعلام، أو بمعنى أصح سأقدمها لكم بطريقة مختلفة. أنا أسافر لأتحرك، أسافر للمعرفة وللتعارف على الشعوب، أغامر لتحدي الذات وأتحدى المواقع الغير مألوفة. أفضل المسافرين يا أخوان هم الذين لا يعرفون متى سيعودون، والسفر المتواصل يساوي قراءة 1000 كتاب.